أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني على العقيد معمر القذافي أن يساهم بأسرع وقت ممكن في إيجاد حل للوضع في ليبيا ومنع استباحة المزيد من الدماء. وردا على سؤال حول وجود مبادرة عربية فردية أو مشتركة عاجلة تتعلق بالوضع في ليبيا، قال أمير قطر خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الألماني في الدوحة: قلل من إمكانية نجاح أي مبادرة عربية في هذا المستوى. أنا أعتقد أن المبادرة العربية بحكم الوضع العربي المتردي في خلال 30 سنة الماضية، لا أستطيع أن أجزم من أي مبادرة عربية تستطيع أن تنجح. الوضع في ليبيا علينا أن نأخذه أنه وضع يخص الشعب الليبي، وعليهم إيجاد طريقة لحقن الدماء. وأتمنى من الأخ العقيد القذافي أن يساعد في حل هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن، لأن هذا قد يساعد في منع استباحة دماء إضافية.